يسعد مساكم مشاهدينا. ربيع عطايا من جديد واجهة كرة القدم المحلية قبل رحلة احتراف إلى إيران، قد ينضم إليها قريبا ولوجهة مختلفة نجم لبناني بارز. النجم والصفا والأنصار إلى نصف نهائي الكأس مع اعتراضات معيبة تجاوزت حدود ملعب صغرتا وحضور لافت لمرجعيات سياسية ودينية على مدرجات الشتائم. شو هي حقيقة العقود الموقعة بين تيتا فاليريو والنجمة والأنصار؟ علي حمام ضمن التشكيل المثالية لدور الإيراني، ربيع عطايا قاد الأنصار لنصف نهائي الكأس وبدأ مسيرة الاحتراف، تأهل النجمة والصفا، اعتراضات طرابلسية وأجواء غير رياضية. من هن اللاعبين الأجانب بإياب دوري ألفا؟ محمد غدار مجددا إلى كيلانتان الماليزي. صار فينا نبتدي مشاهدينا حلقتنا اليوم من أوفسايد. بنرحب بضيفنا الحبيب لكل جمهور كرة القدم اللبنانية ربيع عطايا. ربيع مساء الخير. حتى جمهور النجمة جمهور العهد بحبوك، تلقينا رسائل بالجملة كلها عم تبارك لك على رحلة الاحتراف. أول شيء بدي بلش بالقلب، نحن دائما بنقول للاعب شو بتقول لجمهورك، بدي بلش وشو بتقول لجمهورك لكل هالجمهور. مساء الخير فيك. أكيد هيدا الجمهور يعني هو اللي بيعطيني دافع كبير بحياتي بالفوتبول. أكتر شيء حلو إنه الإنسان يكون محب من كل العالم، من كل الجمهور. الحمد لله عندي جمهور من النجمة، من العهد، من الصفا، من خاصة من الأنصار، والمحبة من عند الله. الحمد لله عم بقدر أكسب محبتهم لأنه هي اللي بتعطيني دافع ضلني مكفي بهذا المشوار. بدنا نحكي كثير اشياء نحن وربيع عن رحله الاحتراف، كيف تم الاتفاق مع الانصار، مع رئيس النادي، مع نادي زوبهان، حديث طويل. انما قبل بدي مسي على علي ونبدا الرحله مع مباراه الانصار وشباب الساحل اللي الكل استغرب كيف ربيع عطايا لعب بالمباراه. الكل قالوا انه انت رايح على احتراف ماضي عقد، يعني انت لازم ما تلعب حفاظا على نفسك لا سمح الله الاصابات وارده، بس انت اصريت تلعب. هي مباراه الوداع يعني قدام جمهورك وماتش بالكاس، يعني اذا بتخسر بتطلع برا. فالنادي قال لي اذا بتقدر تلعب العب، اذا ما بتقدر يعني نحن ما بنوقف بطريقك. فانا ما حبيت انه اقول لهم لا، لانه النادي وقف كثير معي جنبك. وقال لي وبقصة الاحتراف سهل لي كتير أمور، فقال لي إذا بدك تلعب العب. فأنا كان ردي أنه لازم ألعب ماتش الوداع، والحمد لله قدرنا نربح، أنه طلعت بصورة حلوة. علي لعندك. مساء الخير حسن، مساء الخير لكابتن ربيع عطايا لاعب الأنصار وزوبهان الجديد. تحية لجميع المشاهدين. مثل ما كنت عم تقول، مباراة الأنصار وشباب الساحل واحدة من أجمل المباريات وأكثر إثارة، مباراة رائعة فنيا تكتيكيا على جميع المستويات. شباب الساحل فعلا يستحق كان الإشادة، المدرب مالك حسون واللاعبين حسين الدور دوغلاس رغم إهدارهم ركلتي ترجيح لكن كانوا متألقين. أما من جانب الأنصار ريتشي بالنجدي ربيع بالتأكيد كانوا متألقين. شباب الساحل أثبت أنه رح يظهر بوجه آخر، والمدرب مثل ما ذكرنا مالك حسون ترك بصمة واضحة على شكل وأداء ومعنويات الفريق. إذن الأنصار إلى نصف نهائي كأس لبنان. تحية رياضية لكم مشاهدينا وما كنتم عم تتابعونا اليوم. قدرنا متابعة الدور الربع نهائي من بطولة كأس لبنان. اليوم مباراة هامة جدا على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اليوم عم بيكون مدرب شباب الساحل بمواجهة زوران بيسيتش، إذا بمواجهة الأنصار. لحظة انطلاق المباراة على ملعب سيد حسين أبو يحيى عم يعطي إشارته لانطلاق اللقاء. كرة القدم من دون جمهور بتفقد الكثير من معناها بالوقت. وهناك ربيع عطايا على الجهة اليسرى، ربيع صاحب الرقم 30 ممكن يمر بيلعب تمريته لعند السريع. الكرة العرضية لداخل منطقة الجزاء، ممكن أول هدف المباراة، ما معقول. للنجدي بعيد الكرة للخلف، يعني بادئ المباراة ببطء نوعا ما، ومثل ما عم نشوف سرعة الرياح ما عم بتساعد الفريقين، يعني أصلا الرياح هي بعكس شباب الساحل. على كل حال ربيع عطايا بمر بشكل ولا أجنى مرة مرور، ربيع عطايا بيلعب العرضية وهذه الرأسية هدف أول بمباراة ممكن علي حلال إنجاز. ايضا حسن مغني بده ينتبه من سرعه الرياح لانه الكرات العرضيه، هيدا جهر عبد الله، هيدي الكرات العرضيه داخل المنطقه، ممكن جول، ممكن جول، جول مش جديد عليه
عليك ابدا يا حسين الدر انك تتقدم من قلب الدفاع الى قلب الهجوم وتهز الشباك. انت هزيت الشباك وشوفوا الرقصه الساحليه، شوفوا الفرحه الساحليه على ارض الملعب وفرحه جمهور الساحل على يمين المنصه الرئيسيه لملعب صيدا. كنت عم بقول من لحظات بدك تنتبه يا حسن مغنيه، بدكم تنتبهوا يا مدافعي الانصار لانه سرعه الرياح ابدا منا لمصلحتكم. طبعا توتر يعني الركنيه ملعوبه والرأسيه ولكن موجود ممكن جولو حسين الدر عم بيضيع اخطر الفرص وهيدا نبيل بدر انه يخرج من منطقته. انما الانصار عم يخرج بهاللحظات بتمريرات قصيره. يا سلام على كره انصاريه وايدي انطلاقه ربيع عطايا بمر ربيع عطايا بعده عم يتقدم ممكن ينفرد ربيع عطايا ممكن جول ممكن جول ضربه جزاء ضربه جزاء للانصار. ربيع الانصار بكل بساطه انت الحل عند الانصاريين. بكاس لبنان تنشوف اذا رح يتقدم ويسجل البرازيلي بمواجهه علي حلالي بيتقدم بيسدد داخل الشباك هدف التعادل للانصار هدف الاول للبرازيلي ريتشي. اذا التعادل الانصاري من بعد ما ربيع عطايا هدي ركله الجزاء. شوف شو عم بيعمل باي طريقه عم بيحتفل على الطريقه البرازيليه بحذائه عم بيعمل اتصال ريتشي واشاره واضحه. مجددا تحية لكم مشاهدينا وما كنتم عم تتابعونا. اذا عودي الى ملعب صيدا عودي الى مباراة الانصار وشباب الساحل. امكانيات لربيع عطايا هو حصل على ركلة الجزاء وهذه كرة عرضية لداخل المنطقة. معتز بالله الجنادي بيقطع الكرة بتوصل لعند عمر عويضة بده يبني هجمة مرتدة سريعة. عمر عويضة بيوصل كرته لعند محمد قرحاني هيدي السرعة من محمد قرحاني كرة بتوصل لعند محمد عطوي انما تأخر محمد عطوي بالكرة الأخيرة. ايضا مع عباس عاصي موسى زيات على الجهة اليمنى بيلعب كرة عرضية لداخل المنطقة ممكن خطيرة ممكن جول ممكن جول ممكن جول ممكن جول 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 جول. حسن قراني عم بسجل الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني. ريتشي وربيع عطايا هل ممكن ربيعه يسدد؟ رح نشوف. ريتشي البرازيلي خلف الكره بيتقدم بيسدد مباشره مكان وقوفه لعلي حلال. الكره اللي عند ربيع عطايا مجددا ربيع بيحاول المرور بيلعب كره اماميه ربيع عطايا. ايضا المحاولات الانصاريه والتناول الكرات. يا سلام لو سجل الانصار اجمل الاهداف اجمل الاهداف لو سجل الانصار اجمل الاهداف لو سجل الانصار من خلال الكره. استفزاز اللاعب الخصم كل شيء ممكن ولكن ايضا ممكن تقدم بالطريقه الجميله جدا. حسين الدر بيروح بينطلق حامل المرور بمرر ولا اجمل دوغلاس كروبا خطير ممكن يسدد بيسدد الكره جول 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 جول. ممكن تعمل اي شيء بكره القدم يا حسين الدر ممكن تمرر ممكن تمر ممكن تسدد ممكن تهز الشباك. دوغلاس كروما بالشباك كره ولا اجمل. كوراني سجل هدف الثاني ودوغلاس كروما انهى المباراه بلغه كره القدم ولكن كل شيء ممكن بعد في دقائق. والعهد مباراه بالدور ال 16 بعد ما لعبت الفائز من هالمباراه بالوقت وليك فرصه انصاريه ممكن جول ممكن جول 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 جول. ريتشي البرازيلي بالفرصه الاولى كان ضيع بمواجهه علي حلال بالفرصه الثانيه لا مر عن علي حلال وسجل وهجز الشباك. من هو سر الانصاريين؟ من هو اللاعب الحاسم؟ من هو صاحب التمريرات الحاسمه؟ السعي واضح من لاعبي الانصار وايضا على الاتات بيوصل الكره على الجهه الثانيه. ربيع عطايا هو الحل هو الحاسم هو ملهم الانصاريين بيلعب كره عرضيه داخل منطقه ممكن جول بتمر الكره. بدهم ينتبهوا الانصاريين كيف سرق الكره حسن دنش ممكن جول ممكن جول. حسن دنش لا ما معقول يا حسن دنش شو عم تعمل. ربيع عطايا بيلعب الركنيه داخل المنطقه والراسيه جول. بيعملوا الاعصار على مدرجات ملعب صيدا البلدي. عاد 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 من بعيد ماتي ماتي عم بيعود وعم بيسجل وعم بيهز الشباك. الاجانب الجدد كانوا رائعين بالمباراه. يلعب الكره مباشره على المرمى ولكن موجود استبسال دفاعي. عم بروح الى شوطين اضافيين اذا ببطوله كاس لبنان. بدي اذكر الدور الربع نهائي اليوم من بطوله كاس لبنان لحظه انطلاق الشوط الاول الاضافي بعد اشارته للحكم الرئيسي حسين ابو يحيى صاحب الكرات الحاسمه. ربيع عطايا بيتقدم بيلعب كره عرضيه لداخل المنطقه هيدي الراسيه ممكن جول. هناك تسلل هناك تسلل رايت تسلل بلال نجدي بيتركها لعند القرحاني السريع. قرحاني انطلق قرحاني لعب على عد بيتو بيتو انفرد بيتو راح انطلق البرازيلي ممكن يسدد بيتو بمر ويكتو بيتو بيتو جول. روعه 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 المرور والصد ايضا. اذا انطلاق الشوط الثاني بهاللحظات الى جنب حسين الدر
بيلغ حسين الدور بيتو خطف الكره بيلعب كره عرضيه خطيره محاوله الانصاريه ممكن هيدي التسديد لا ما في تسديد مره والمره الثانيه تسديده عالي قاسم محمود قاسم محمود بيلعبها لعند زهير عبد الله زهير بيلعب الطويل راح انطلق اللاعب الغالي وايضا المغنيه خطا كثير كبير يا مغنيه كاد يخطئ حسن مغنيه بشكل كبير باللحظات حسن ابو يحيى عم بيعلن عن نهايه الدقائق ال 120 بالتعادل الاجابه 3-3 مواجهه حسن مغنيه موسى زياد بسدد مباشره جول 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 لمصلحه شباب الساحل بيتو بيتقدم بيسدد مباشرة جول جول لمصلحة الأنصار التعادل 1-1 أصبحت النتيجة الدرع بيتقدم الدرع بيتقدم عم بيسدد الكرة هو عم بيضيع حسين الدر تسديد بعيدة عن المرمى ومثل ما عم نشوف أيضا رد فعل عم بيقترب مطي عم بيسدد الكرة بالشباك جول 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 للأنصار بيتقدم بيسدد فوسيني بيوضع الكرة داخل الشباك بطريقة جميلة تقدم خطوة اثنين بيسدد محمود جول 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 لمصلحة الأنصار صراحة كانت تسديده يعني بتوقف القلب إذا صح التعبير لمحمود كوجوك وقفت قلوب الأنصاريين كوراني رح يسدد كوراني بيسدد الكرة جول 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 بشكل ولا أجمل هلا حيسجل هدف ربيع عطايا هلا حيخطي خطوة كبيرة بالأنصار إلى دور نصف نهائي ربيع عم بيتقدم المهاري عم بيتقدم عم بيسدد الكرة جول 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 بسقف المرمى يا ربيع عطايا هل بإمكانه التسجيل أو حسن مغنية يعمل الإنجاز دوغلاس بيتقدم خطوة 2-3 بيسدد دوغلاس حسن مغنية بصد الكرة حسن مغنية عم بصد الكرة الأنصار إلى الدور النصف نهائي حسن مغنية عم يحتفل هيدا هو اللاعب يلي كان نقل الأنصاريين ببطولة كأس النخبة بمواجهة العهد بملعب بحمدون أيضا حسن مغنية عم ينقل الأنصاريين ببطولة كأس لبنان هالمرة إلى الدور النصف نهائي هيدا هو العناق ما بين حسن مغنية وأيضا زملائه اللاعبين اللي عم يحتفلوا على أرض الملعب حسن مغنية توجه إلى المكان الصح توجه إلى جمهور الأنصار شوفوا محمود الكوجك على السياج عم بيقول لجمهور الأنصار فيكم تحتفلوا مباراة فعلا مباراة الأعصاب مباراة الإثارة الأنصار إلى الدور النصف نهائي من بطولة كأس لبنان هيدي هي الفرح الأنصاري وهيدا هو جمهور الأنصار مباراة رائعة فعلا بين الأنصار وشباب الساحل إذن الأنصار إلى نصف نهائي كأس لبنان ورح نبدأ بأسئلة طرحها الجمهور سؤال أول لربيع كيف شاف مستوى الأجانب الثلاثة اللي استخدموا الأنصار بين مرحلتي الذهاب والإياب البرازيلي ريتشي اللي شفناه كتير متفاهم معه وأيضا المدافع ماتي مدافع سلوفاكي وبالإضافة للمهاجم البرازيلي باتو صح أنه لعبت معه مباراة واحدة لكن شو نظرتك الأولية ورأيك بمستواهم من اول ماتش لعب ببين يعني بالنسبه لي انا حسيت المدافع اعلى واحد فيهم وريتشي كمان لعب منيح في المهاجم يمكن لازم ينقص شويه وزن اكيد هيدا بيشتغل عليه الاداره بتشتغل عليه المدرب مساعد المدرب هيدا شيء بيرجع لهم بس انا شايف انه اجانب كتير متفاهمين مع بعض ومتجانسين وبيعملوا فرق كبير اكيد سؤال تاني لك ربيع يعني كنت بإيران شفت مستوى الدوري الإيراني حضرت مباراة نصف نهائي كأس إيران كيف شفت جو الدوري الإيراني جو البطولة إيران الفوتبول بإيران برأيك تقدر تتأقلم معه سيستم اللعب أعطينا هيك شوية فكرة عن الكرة الإيرانية في اختلاف بالدوري أكيد دوري احتراف بيختلف عن دوري هواة ان شاء الله يصير في عنا دوري احتراف تعرف لانه اللاعب اللبناني لازم يكون هيك لانه ما ناقصه شيء اللاعب اللبناني بالنسبه للدوري الايراني في سرعه بالفوتبول في تكتيك احسن مننا في لعيبه في الاجانب كمان احسن من الاجانب اللي بنجيبهم يعني بتعرف انت دوري احتراف يعني لازم يكون اللاعب ناضج لاعب جاهز بكل شيء فبتمنى انا هالشيء يصير بلبنان ان شاء الله إذن رح نرجع لعندك حسن حالياً وأيضاً مع تألق لاعب لبناني آخر بالملاعب الإيرانية طبعاً قبل ما ندخل بحوارنا التفصيلي عن عقد ربيع مع الأنصار ومع زوبهان بدنا نحكي عن شيء له علاقة كمان بربيع هلا بننطلق منه لعندك برنامج نفاد هو برنامج متخصص يعتبر الأول من دون منازع بعالم الرياضة الإيرانية وبتابعه الملايين بهالبلد هالبرنامج بنظم بين مرحلة الذهاب والإياب بإيران وبعد الدوري حفلين
بيختار فيهم التشكيل المثالية بكرة القدم الإيرانية، ودائما بتكون هالتشكيلة من الإيرانيين، يعني مثل ما بنعمل بقناة الجديد تشكيلة لبنانية مثالية، بإيران تشكيلة إيرانية مثالية. لكن اللي حصل هالمرة بين الذهاب والإياب مختلف تماما. إذن 10 لاعبين إيرانيين دوليين كانوا ضمن التشكيلة المثالية، ناطرين نشوف الصورة، ولاعب أجنبي وحيد فقط، لاعب أجنبي وحيد لأول مرة يمكن بين 11 كان النجم الدولي اللبناني علي حمام. علي كان الأول بين ترتيب جميع لاعبين فريق زبهان بدوري يعتبر من الأصعب بالقارة الأسيوية. طبعا بنقول له مبروك لعلي، وعلي من أول بداية مسيرته الاحترافية بإيران كان فعلا بيرفع الراس، ودايما فريقه بيعتبره نموذج يحتذى للاعبين الأجانب. علي عم يواصل التعافي حاليا من إصابة لحقت فيه من أسبوعين تقريبا، ويؤمل أنه يشارك بمباراة فريقه المقبلة يوم الجمعة ضمن الدوري الإيراني. ربيع، كيف بلشت قصة زبهان؟ هي صارت انه اكيد علي حمام هو له الفضل الكبير علي. بصير هو بس واحد يجي مثلا عرض انه بشوفه ايجنت او بشوفه مثلا كشافين بيجوا على الملعب بيحضروا المطوشي، بس نحن عندنا بالدوري اللبناني ما بيجوا هدول الكشافين، مش ما بيتواجدوا بالملعب، ممكن بيسالوا حدا، بيتعرفوا مع حدا. فعلي حمام يعني هو اللي وصل انه انا شو بلعب يا الفريق زبهان، هو اللي اعطاهم السيفيلي إلي، هو اللي عرفهم علي. اكيد له فضل كبير علي، يعني انا جاي وبدي اتشكر، وما بعرف كيف بدي اتشكر لعلي، لانه هو كل شيء عمل لي بوسط الاحتراف، وساعد كمان عالم كتير، اكيد ساعد وليد لما طلع احتراف. ففي شيء رئيسي انه نحن بلبنان لو بيجي كشافين بيحضروا المطوشي بيشوفوا المواهب، اكيد صدقني بياخذوا لعيب كتير، بس هيدا الشيء اللي ناقصنا انه لانه ما بيجي كشافين بيحضر المطوشي. طيب، صار التواصل مع زبهان كان كله حكي بالاول، ما بدنا نفوت بالتفاصيل، بعثوا كتاب لنادي الانصار، رد ما رد الى اخره، نادي الانصار عموما كان متجاوب. رحت انت على زبهان، خبرنا هاي رحله الثلاث ايام على زبهان، شو اللي صار فيها؟ اجتمعت مع رئيس النادي مرتين، شو اللي صار بالتفصيل؟ اللي صار انه اول ما وصلت انا على المطار ترحبوا فيي، كان في شخصين ناطريني، رجعوا اخذوني على فندق، قعدت بفندق. انا حقيقه هاد ثلاث ايام لعشتهم يمكن حسيت حالي لاعب فوتبول، بلشت شوف انه الاحتراف كيف وشو حلو الاحتراف. قعدت انا ورئيس النادي اللي عندهم انسان كتير متواضع، بيحكيك فوتبول، يعني شغل هو بيشتغل رئيس نادي زبهان بس بيفهم بالفوتبول، يعني بيعرف كل شيء عن الفوتبول. رحت حضرت كمان ماتش لفريقي بنص نهائي الكأس. كمان قعدت مع اللعيبة تعرفت عليهم شوي، صار في حكي بيني وبينهم كرمال يصير في محبة بيناتنا وإلفة. حسيت قد الاحتراف حلو عن جد، يا ريت بيصير في عنا بلبنان هيك. قديش كانوا متفاعلين بتفاصيل العقد؟ انا ما بدي ادخل بالناحيه الماليه لانه هيدي هيدي خصوصيه، يعني انا ما بحب احكي فيها. بالعكس، ما كان في كثير تفاصيل بالعقد، لانه علي حمام قد ما حكيهم عني وقايل لهم هيدا اللعيب هيك بيساعد الفريق، مفرجيهم على اكثر من سي في الي، المدرب قايل له خلص انا بدي اياه. فلما قعدت انا ورئيس النادي قال لي ما كان في نقطة انه وقفنا عليها، خلص انت بدك هيك اوكي، انا بدي هيك اوكي، فهيدا الشيء اللي صار. طيب، انا قلت لك ما بدي احكي عن الناحية المالية لانه فيها خصوصية، هاي خليها على جنب. بدأ التواصل بين نادي زبهان والنادي الانصار، جيت انت على لبنان قعدت مع الاستاذ نبيل بدر. كيف كان لقائك مع استاذ نبيل؟ يعني الى اي مدى كان متجاوب؟ هل كان في اي صعوبات او مطبات انوضعت بطريقك، ولا كان منفتح امامك تماما؟ قعدت انا والرئيس استاذ نبيل، ما كان في شيء انه خلاني يوقف بطريقي. قال لي لا، انت هلا جايك عرض احتراف، لازم تروح تشوف حالك، تامن مستقبلك، هيدا العرض الاحتراف، انت عم تلعب بايران، يعني عم تلعب بدوري كتير صعب. اتفقنا على كل شيء، هن قد ايه بدهم قد ايه انا بقدر اعطيهم،
وبالعكس هن يعني هن ساعدوني كتير وما أخذوا مني شيء نهائيا يعني شيء رمزي. طب عم يتساءل جمهور الأنصار ليش ربيع ما كفى الموسم وبعدين راح؟ كرمال ما بتعرف أنت الإنسان أمتى بيجي عرض يعني احتراف. هلأ الله وفقني وجاني عرض جدي رسمي يمكن بعد 4 أشهر ما يكون متوفر العرض، ممكن الله لا يقدر يكون متعور، وبعدين هن عندهم دوري أبطال آسيا فهيدا الشيء بيساعدني كثير. بدهم إياك بهالبطولة. طيب كمان الجمهور عم يتساءل ربيع وقع عقد مع الأنصار ورايح يوقع عقد مع زوبهان، كيف؟ ياريت بنوضح له. هيدا العقد 3.5 سنين مع الأنصار. مع الأنصار، فأنا لما أروح ألعب 1.5 سنة بإيران بدي أرجع على النادي اللي هو نادي الأنصار. بعدين لو ما صار هيدا العقد 3.5 سنين أنا ما بفكر ألعب بلبنان إلا يعني الأنصار، فهني كان فيهم ما يعملوا هيدا العقد، بس ممكن هني كرمال يكونوا إنه أمنوا خلص إنه هيدا اللاعب بس يرجع بيرجع لعنا على الفريق. يعني أنت وقعت عقد مقابل مبلغ ما مع الأنصار. مزبوط. طبعاً إذا كنت موجود يتيح العقد لألك بند أنك تحترف بالخارج مقابل نسبة معينة للأنصار اتفقت أنت وياهن عليها. مزبوط. صح؟ مزبوط. طيب بدنا ناخذ وقفة إعلانية نرجع بعدها لنتابع نحن وياك مباريات الكأس وبقية فقرات أوفسايد. عودة مشاهدينا إلى متابعة أوفسايد بالجزء الثاني، وطبعا مباراة كانت لا تقل إثارة عن مباراة الأنصار وشباب الساحل، وإن كانت بأقل عدد من الأهداف هي مباراة النجمة. مجددا لعند علي لنحكي عن هالمباراة ولقاء الصفا والريسينج. علي، مباراة تكتيكية، مباراة مثيرة بين النجمة وطرابلس. صحيح ما كان فيها كثير فرص، لكن اي مباراه بالكاس لبنان بيكون عاده مثيره. الفريقين كانوا قادرين يحسموا المباراه باي لحظه، وان كانت فرص طرابلس خجوله. المؤسف كان الهتافات السياسيه يلي والدينيه والطائفيه اللي شهدتها المدرجات باكثر من مباراه، ويلي قام فيه بعض جمهور طرابلس بعد المباراه بتكسير سيارات خارج الملعب. اذا السوري عبد الرزاق الحسين قدر يرسل النجمه الى نصف نهائي كاس لبنان بهدف بالوقت القاتل. مشاهدينا وما كنتوا عم تتابعونا، طبعا ما في اجمل انه يفتتح الدور الربع نهائي من بطوله كاس لبنان بالنشيد الوطني اللبناني. هذا امر اعتدنا عليه بملعب صغرتا، تحديدا بمجمع صغرتا الرياضي. شوفوا لاحظوا النجمه يعني اكثر من 6-7 لاعبين واقفين على نفس الخط. اذا لحظه انطلاق المباراه رضوان غندور عم يعطي اشارته والنجمه عم بيحرك الكره. الكره الثابته النجمويه ممكن تغير نتيجه المباراه. هذه الكره بتتنفس مباشره لداخل الله، ممكن الراسيه انما الكره بتمر مجددا على الطرف الايسر. كساب بيلعب العرضيه وهذه الراسيه، حسن محمد الراسيه مباشره مكان وقوفه تماما لحارس النجمة السابع عبد طافح. الطلب انه يسجل وكل المال المغربي بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء. الكره بالراس، الدربكه، التسديده مباشره. الحكم بيقول ما في اي لمسه يد، بتعود لعند المطر. بلال بيسدد الكره، انجاز انجاز من احمد تكتوك. عودي الى مباراه طرابلس والنجم الدور الربع نهائي من بطوله كاس لبنان. الشوط الاول كان انتهى بالتعادل السلبي، وهذه هي لحظه انطلاق الشوط الثاني بعد اشارته. الكرة مقطوعة بتعود أيضا لمصلحة طرابلس. هذا هو أبو بكر المل، محاولة الوان تو بينه وبين كندي أشا. أيضا طرابلس، كندي أشا بسدد مباشرة أنا موجود أحمد تكتوك. الهجوم لمصلحة طرابلس، التسديد مباشرة، خطيرة كانت محاولته لعبد الله مغرب. بيتر معه حسن لمحمد، فضل يلعب الكرة لعند نادر مطر. نادر راح حسن محمد ياخذ مكان، مرر له إياها صحيح على التمريرة لعند حسن لمحمد السريع. وهذه العرضية، هل هناك رأسية؟ أكرم مغرب، كرة عرضية، ممكن جول، ممكن جول. يا نيكولاس كافي شو عم تعمل؟ يا نيكولاس كافي شو عم تعمل بالكرة الماضية؟ الكرة لعند بيتر، خطأ كبير، حسن لمحمد بينفرد، حسن لمحمد ممكن يسدد، بيسدد الكرة، جول جول جول. شو عم تعمل يا عارضة حسن لمحمد؟ على المدرجات عرف كثير منيح انه فريقه عم بشكل خطورة. هيدا هو أكرم مغرب بيلعب كرة، ممكن جول جول. عبد الرحمن
الرزاق حسين، عبارة ما بنساها أبدا، العبرة بالخواتيم يا عبد الرزاق حسين. هيدي العبارة قلت لك يا عندما كنت لاعب بفريق العاد لما سجلت بمرمى النجمة، اليوم عم تسجل لمصلحة النجمة، العبرة بالخواتيم بالدقيقة 82 تماما، كرة ما إلى حل كانت من عبد الرزاق حسين، هز الشباك صاروخية كانت تسديدته، عجز عن يا سلام من لا تمريرة من أكرم مغربي، يا سلام يا أكرم مغربي. عبد الرزاق حسين بموقف واحد وضعه لمين؟ الكرة حاليا لداخل منطقة الجزاء، في الشمسين الخطر عم يدخل لداخل المنطقة، والدربك الدفاعية التسديدة طرابلسية، والكرة عم بتمر فوق عرضته لأحمد التكتوك. يعني أنا مقتنع تماما أنه بعض الأحيان كل ثانية إلى وكل جزء من الثانية له حقه بلعبة الفوتبول، كلنا بنعرف ما فيك أمراض بعض الأحيان أنك دائما تقرر مسبقا انه والله بس يخلص الشوط بتعمل تبديل، او بس بالدقيقه 65 بتعمل تبديل، بعض الاحيان بتضطر تعمل تبديلات سريعه بس تشوف صار وقت التبديل ومناسب التبديل ولازم تبدل لازم تبدل، لو كان باخر لو باخر نص دقيقه، لانه الثانيه تحسب بلعبه كره القدم. فمن خلال هيدا نحن على كساب كان فنيا منيح، لكنه على المستوى التكتيكي كنا عم نفكر بشيء. نحن الموضوع هو حساب تكتيكي مش حساب فني، ولا انه كساب ما كان بالعكس كان منيح وعم يلعب بمستوى صحيح، بس لكنه الامر لغرض تكتيكي خاصه فريق طرابلس معنا بمرياتنا بيعذبنا وبيلعب بشكل تكتيكي ومنظم، بيعرف كيف يتحرك بمناطق الثانيه منطقه الثلث الثاني وبيعملنا ارباك وبيدافع وبيلعب على رده الفعل، كان بيعملنا ازعاج هو. فبالتالي نحن كمان قمنا بمبادره هي انه اشراك اكرم مغربي لحتى نزيد فعاليه الهجوم، وبالتالي نثبت ب ماهر صبره كظهير على الجهه اليسرى، لانه كمان عنده قوه بدنيه بيقدر يتعامل مع ابو بكر المال بشكل افضل. اللي صار بعتقد كلكم شفتوه على التلفزيون انه نحن كله بكم، بس كل مرة أخطاء الحكام عم تكون ساذجة جدا وأخطاء ما منتقبلها ولا حدا بقى يتقبلها. نحن كفريق طرابلس رح نقدم اعتراض وما حنقبل إلا بلجنة التحية، نحن ما عندنا مشكل شخصي مع أي حكم بلبنان وبالعكس بنشجع الحكم اللبناني، بس هيك أخطاء نحن ما بقى نتحملها. هيدي ضربة جزاء بعتقد الكل شايفها ولا حدا عم يختلف عليها، في ضربة جزاء واضحة 100%، حكم الليز من حرك إيده رجع نزلها لما رضوان غندور غير رأيه. نحن بدنا يتحقق بهذا الموضوع، لأول مرة نشوف بلبنان حكم عم يتوقف، لأول مرة نشوف اتحاد عم يحاسب حكم، مش بس بتحاسبه إداري إذا حكي، بتحاسبه لاعب إذا حكي، بتحاسبه 100 شخص، إلا الحكم ممنوع حدا يقرب عليه والحكم اللي نازع اللعبة. إذا بتريدوا بدنا نحن لجنة تحقيق بهيدي الماتش، غير هيك ما بنقبل. وما يقولوا لنا هلا لقطة من مبينة من هون ومن من هون من واضحة ويطلعوا لنا قوانين جديدة، لا هيك ما بقى نرضى. طرابلس كثير عم يتعرض للظلم، مش بس طرابلس، انا برايي في اربع فرق مميزين بلبنان الحكم صار عنده هو سبق اصرار وترصد، هدول الاربع فرق ما حدا يقرب صوبهم. نبقى مع اجواء مباراه طرابلس والنجمه، اداره طرابلس اصدرت بيان اعلنت خلاله عن اسفها للهتافات الطائفيه اللي صدرت من بعض الجمهورين بها المباراه، كما ابدت اعتراضات على التحكيم وتساءلت عن اختيار حكم معتزل وعائد مجددا ثم موقوف وغير ناجح باختبارات التحكيم لقيادة مباراة هامة، واستفسرت عن المعايير يلي عم يتم اختيار الحكم على أساسها وإذا كان معيار العواطف والعلاقة الشخصية هو الأساس. وبالنهاية كان بالبيان اعتبر طرابلس انه يلي صار بالمباراة هو مشبوه ومفتعل من ناحية الجمهور، وهن بيطالبوا بالتحقيق لمعرفة كيفية دخول المندسين، هيك وصفون مندسين للجلوس على مدرجات طرابلس، وما يسهل الامر لو وجدت النية كاميرات المراقبة القائمة بملعب المداشية. يعني في اعتبر انه في كاميرات مراقبة وحديثة بملعب صغرتا، ملعب مجمع صغرتا الرياضي، انه اذا بدهم يحققوا بيقدروا يعرفوا بسهولة مين يلي كان عم يصدر هالهتافات الطائفية. بنروح لمباراة الصفا والرسمي، مباراة ايضا مثيرة جدا، يعني كل المباريات فعلا كانوا يعني مثيرين بالدور الربع نهائي لكأس لبنان، ثلاث مباريات. مباراة الصفا والراسينج شوط مثل العادة تميز اجنبي عند الصفا محمد قاسم احمد جلول، اما الراسينج فكان اداؤه جماعي، وتميز لسيرج سعيد ديوغو محمد جعفر وحسن سيد، تبديلات الصفا كانت حاسمة ومحمد قصاص عم يضرب من جديد. متابعة الدور الربع النهائي من بطولة كأس لبنان، ملعب العهد على طريق المطار هو عم يحتضن مباراة الصفا والراسينج، مباراة قوية جدا من المفترض تكون ما بين الطرفين.
وبهاللحظات اذا علي رضا عم يعطي اشارته لانطلاق المباراه. حمد المهاجمين الحاسمين بالتمريرات الحاسمه، وهذا احمد جلول بيلعب كره طويله اماميه بتوجه المرمى، جول جول، اول اهداف المباراه تالا. عم تعرفوا شو عم بيصير على ملعب العهد بالوقت؟ هناك عدنان ملحم بيلعب كرة أمامية أيضا كايرو، هيدي الكرة خطيرة ممكن لمصلحة الراسنج، هيدي الكرة العرضية من حسين سيد لداخل منطقة الجزاء، ممكن يخطئ مهدي خليل، أخطأ مهدي خليل، محمد جعفر يا سلام، لا 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 لا، ما معقول ما معقول يا محمد جعفر، ما لا لعيب بالمرة الأولى بالمرة الثانية بيلعب الكرة باتجاه مهدي خليل. هيدا مع محمد جعفر بيلعب كرة لعند عباس عوض، ممكن يمر إنما التغطية الدفاعية عم تكون حاضرة. شوف في خطوره كثير كبيره، ممكن 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 بالخطا انه يتسجل هدف بمرمى الصفا. بالوقت هناك الكره تتنفس لمصلحه الصفا. عم نتحدث عن المراكز بالبطوله، ما بين المركز الثامن اللي هو 13 نقطه، ما بين المركز الاول 21 نقطه، الفرق منه شاسع. بالوقت هناك خطا دومينيك، دومينيك جول جول جول، لا 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 لا، ما معقول دومينيك كرته بالعارضه، وايضا طالب بسد التسديده صاروخيه. شوفوا ملا بنية جسدية عن تالا وأيضا عن دومينيك، بتخول هاللاعبين إنه يحسموا أي موقع. بالوقت هناك عدنان ملحم بمر، بسدد عدنان ملحم، واو مهدي خليل عادل النتيجة قبل الدخول لغرف الملابس. هذه الكرة لداخل منطقة الجزاء، الحكم عم بيشير هناك ركلة جزاء، لمسة يد وركلة جزاء. ومن لاعبي الصفا سير سعيد بمواجهة مهدي خليل، سيرج بيتقدم بسدد، سيرج جول جول، قائد الرسنج عم بيهز الشباك من نقطة الجزاء، عم يعجز تماما مهدي خليل. بانتظاره دييغو، بانتظاره محمد صادق، هيدي الكرة العرضية بتنلعب مباشرة باتجاه المرمى، جول جول، بانتظاره العديد من اللاعبين، بانتظاره العديد من اللاعبين، واحد من اللاعبين يلي كان بانتظار الكرة الأخيرة. صعب المهم للرسنج، وهيدي طرق طويله اماميه، تالا جول تالا جول تالا جول تالا جول تالا جول جول. هيدا العراق بينه وبين المدرب غسان ابو دياب بالدقيقة 63 تالا، وهيدي الكرة العرضية بتوجه المرمى، ممكن الرأسية، الرأسية بتمر قريبة جدا رأسيته لدومينيك. من الفرق القوية اللي ممكن تضايق أي فريق، هيدي كرة أمامية مجددا لمصلحة محمد قصاص، بسدد جول جول جول. محمد قناص منقذ الصفويين، محمد قناص، محمد قناص هو هداف الهدافين. جعفر خطير المحاولة، مسحة رزق ممكن جول، كرة بتتسدد مباشرة انما بتهز الشباك الخارجية. عاش ما بين العهد والإخاء الأهلي علي، العهد والإخاء الأهلي علي، هناك مشكلة على أرض الملعب، هناك مشكلة على أرض الملعب. شوفوا تالا، شوفوا تالا مع حسين سيد بعد ما سدد الكرة تالا بشكل قوي جدا من قبل ستانلي. علي رضا بطاقة حمراء، بطاقة حمراء بوجهه لتالا، بطاقة حمراء بوجهه لتالا، منتظرة كانت. وبهاللحظات إذا علي رضا عم يعلن عن نهاية أحداث اللقاء، المباراة الماراثونية يلي احتضنها ملعب العهد. بالشوط الأول كان يفترض إنه نزيد الغلة، بغض النظر عن الجول اللي أخذوه بحالهم اخواتنا بفريق الراسنج، كان يفترض كنا افضل منهم يمكن بالشوط، ولكن بشكل عام المباراة كانت متكافئة. المباراة فريق الراسنج قدم مباراة كثير رائعة وكثير منيحة، ولكن الفوتبول اللي بسجل اهداف بيربح. هارد لك لفريق الراسنج، مبروك لفريق الصفا. كنا نحن متقدمين، نتيجة لصالحنا، رغم انه تسجلنا هدف بحالنا، رجعنا تقدمنا، عدلناهم ورجعنا تقدمنا، بس هيدي هي الفوتبول، الفوتبول كلها اخطاء. غلطنا غلطة كلفتنا المباراة. سو بقول لهم مبروك للصفا وهارد لك للراسين. اذا الصفا الى نصف نهائي كاس لبنان راح يواجه النجمه بدور نصف النهائي، بينما الانصار راح ينتظر الفائز اولا من مباراه العهد والاخاء الاهلي علي، وثم الفائز راح يواجه السلام زغرتا بدور ربع النهائي. الى الحالات التحكيميه بالمباريات الثلاثه يلي تبعناها.
مباراة طرابلس والنجمة تدخل قاسي من لاعب طرابلس على لاعب النجمة، وكان يجب منح لاعب طرابلس الإنذار. مهاجم النجمة استعان بإيده لترويض الكرة والحكم تابع اللعب. لعبة متهورة من لاعب طرابلس كانت تستوجب الإنذار. لمسة يد من مدافع النجمة داخل منطقة الجزاء، وكان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء لطرابلس. مباراة الأنصار وشباب الساحل، ركلة جزاء للأنصار وإنذار المدافع، القرارين كانوا صحيحين من حكم المباراة. بحسب القانون الجديد المدافع يحصل على الإنذار وليس الطرد. مطالب من الأنصار بركلة جزاء الحكم أمر بمتابعة اللعب، وكان معه حق لا وجود لأي عرقلة. هدف ملغى للأنصار بداعي التسلل، الحالة صعبة، إنما التسلل كان موجود والحكم المساعد يستحق التنويه. مطالبة من شباب الساحل بركلة جزاء الحكم أمر بمتابعة اللعب، وكان معه حق لا وجود لأي عرقلة. الحكم احتسب خطأ لشباب الساحل، اعترض عليه الأنصار، الخطأ موجود وقرار الحكم صحيح، المهاجم ارتكب خطأ واضح على المدافع. مطالبة من شباب الساحل بركلة جزاء، المدافع مسك المهاجم خارج المنطقة والشد استمر حتى داخل المنطقة. استمرار المسك بيعطي العقوبة الأشد، أي داخل منطقة الجزاء، والمدافع يستحق الإنذار وليس الطرد لأنه مش آخر مدافع. الحكم أمر بمتابعة اللعب، بينما كان يجب احتساب بركلة جزاء لشباب الساحل. ركلة جزاء ترجيحية أعيدت بسبب تقدم حارس المرمى عن مرماه قبل تسديد الركلة، قرار صحيح من الحكم المساعد. مباراة الصفا والرسنج، احتساب ركلة جزاء للرسنج، القرار صحيح، لمسة يد واضحة من مدافع الصفا اللي أبعد الكرة بإيده. إشكال وتضارب بين لاعبي الصفا والرسنج، بطبيعة الحال قرار طردهم كان صحيح. هذه كانت الحالات التحكيمية. رح نرجع لعندك حسن، وسؤال جديد لربيع. طبعا كتار هني الأسئلة من جمهوري النجمة والعهد عم يسألوا إذا بيلعب ممكن نشوفه بقميص النجمة أو قميص العهد مستقبلا إذا رجع على لبنان. ما سمعت السؤال. ممكن بيوم من الأيام نشوفك بقميص النجمة أو العهد. ممكن إذا بحال خلص عقدي مع الأنصار وإجانا عرض منيح من الفريقين ممكن أكيد، بس بلا العاطفة إنه أنا بعتقد إنه لا، بضلني ببيت الأنصار أحسن، لأنه بحس حالي أنا إنه أفضل إلي ضلني بنادي الأنصار. طبعا قبل ما كفي أسئلة ربيع بدي أقول شغلي عن البينالتي اللي محتسبت لشباب الساحل على الهواء بالنقل المباشر. كنا قلنا الفاول ابتدى خارج منطقة الجزاء، هذا شيء صح، إنما فعلا لدى مراجعة مراجع قانونية خارج لبنان وداخل لبنان قالوا لنا أن العقوبة الأشد هي التي تحتسب في هذه الحالة، وبالتالي هي ضربة الجزاء كون استمرار الخطأ. ربيع بدي أرجع أتابع معك، عقد مع رئيس النادي اتفقته، وقعت عقدين، عقد مع الأنصار وعقد مع زبهان مثل ما حكينا. السؤال الأساسي أنه أنت مسافر الليلة، يعني 8:30 بالليل بعد حوالي ساعتين ونص تقريبا رايح تعمل فحص طبي، ليش ما نعمل فحص الطبي بمشوارك الأول؟ الفريق هو نادي زبهان هو اقترح علي أنه بس أرجع أجي وكون خالص كل شيء مع فريقي بيجي بعمل فحص الطبي. هو الفحص الطبي بده يمكن يومين، صح، بكرة وبعد بكرة، بكرة وبعد بكرة، فإن شاء الله بكون الفحص الطبي بيكون منيح وبقدر أوقع العقد. هل يحتمل أنه يشوفك الجمهور الإيراني الجمعة بمباراة فريقه؟ يعني أنا ما عندي مشكلة إذا بلعب، بس هيدا الشيء بيرجع للمدرب أكيد. ممكن ما يلعبني كرمال أنه تمرين واحدة مع الفريق بعتقد قليل كتير، صحيح، لازم يكون أكتر فوت بجو الفريق أكتر ليلعبني. طيب سألك علي قبل شوي أنه حضرت مباراة نصف نهائي الكاس، كنت على المدرج أنت وعلي حمام عم تحضروا الماتش، كونه علي مصاب ما لعب هالمباراة، كيف شفت الجو؟ قديش شو بيختلف عن لبنان؟ في اختلاف كبير بكل شيء، بالملعب، بالاحترام اللي قعدونا فيه، يعني لاعبين جايين من حلوة. انا بعدني حبيت الاحترام، انه انا بعدني مش ماضي مع زبهان مع النادي اللي إلي، صح انه الحكي خلص كل شيء خلص، بس قعدوني في اي بي مطرح بليق بلاعب فوتبول، عفوا بكلمتي، امرات انا بروح على ملعب صيد او على المدينه ما بيخلوني فوت، فلا في اختلاف كبير بين ايران وهون. طيب قديش اثر وجودك بالفتره الاخيره مع منتخب لبنان على اتمام صفقتك مع زوبهان، كونك لاعب دولي وصرت عم تلعب اكثر وعم تاخذ فرصه؟ هو بالفريق بنادي محترف
اذا انت كنت بالمنتخب لاعب منتخب ما منعت تجرب، فهذا الشيء اكيد ساعدني. وحيالله لاعب لبناني بيحلم انه يكون بالمنتخب، لما تكون انت بالمنتخب تقدر تحترف، بس اذا ما وصلت للمنتخب ولا ممكن تحترف. شعرت باجواء القيمة اللي ماخذها علي حمام بزبهان بعد، لانه علي حمام قعدت انا مع رئيس النادي تاع زبهان بعيط له بوس لعلي. آه. تحياتنا بوس، بعيط له كمان علي بابا. علي بابا هاي ألقاب علي الجديد اللي الجمهور لازم يعرفها. إن شاء الله علي قريبا بيكون بلبنان وبيكون معنا بأوفسايد. علي بدي أرجع لعندك لنعمل جردة كاس لبنان، مباريات الدوري المقبلة وكل ما يتعلق بأجانب الدوري. إذن رح نتذكر نحن وياك حسن والمشاهدين النتائج اللي تحققت بالدور ربع النهائي. إذن النجمة اتغلب على طرابلس 1-0، الانصار بركلات الترجيح 4-3 بعد ما تعادلوا 3-3 بالوقتين الاصلي والاضافي، الصفا 3-2 على الراسينج. سلام زغرطة راح يواجه العهد او الاخاء يوم الاحد 2 نيسان، طبعا هالمباراه تحت قام العهد والاخاء الاحد 12 اذار. ننتقل لنشوف جدول الدوري، عاده عجله الدوري، الاياب راح ينطلق هالاسبوع. اذا كيف هي المباريات؟ يوم الجمعة رح يتواجه التضامن سور مع النبشيد بملعب سور البلدي 2:30، والسبت رح يكون فيه 3 مباريات، طرابلس مع الصفا بطرابلس الساعة 2:30 مباشرة على قناة الجديد، شباب الساحل مع سلام زغرطة على ملعب العهد 2:15، والأنصار مع الاجتماعي بصيدا 2:15، الأحد مباراتين الأخاء والعهد ببحمدون 2:15، ومباشرة من المدينة الرياضية الراسينج رح يلعب مع النجمة. طبعا رح نروح لموضوع الاجانب، باب الانتقالات الشتويه تم اقفاله ودخلت استعدادات الانديه مرحلة الختاميه. بنشوف حصيله الانتقالات الشتويه يلي كانت محدوده، 6 انديه ما بدلت بلاعبين الاجانب، هالشيء بيعني انه الصفا، سلام زغرطة، الراسينج، الاخاء علي، الاجتماعي يلي ابقى على 2، والنجمه وفعليا ضم لاعب اسيوي، ما غيروا باجانبهم. اما الست الباقيين يلي غيروا هن الاجانب، الأنصار غير 3 أجانب، غير تغيير جذري بالأنصار، العهد أجنبيين، نبشيت 2، ساحل 2، طرابلس 1، وتضامن صور 2. رح نبدأ نتعرف على أسامي الأجانب. نبشيت إذن السنغالي لاعب الوسط سال بيبي سيريني، وطبعا أبقى على دانيال، والمهاجم التوغولي ليكونا انضم للفريق. الصفا مثل ما ذكرنا ما في تغيير، ستانلي، دومينيك، وتالابيو. من ناحية فريق النجمة أيضا ما في تغيير، بيتر بلانتش، نيكولاس كوفي، عبد الرزاق الحسين، لكن انضم لهم الأوغندي الدولي حسن وسوى يلي رح يشارك مع الفريق بكأس الاتحاد الآسيوي. شباب الساحل عيسى يعقوب وبقي مع الفريق، دوغلاس نكروما عاد، وأيضا المهاجم بوسيني نوهو انضم للفريق. الأنصار مثل ما ذكرنا 3 جداد، السلوفاكي ماتي بوتستافيك، المهاجم البرازيلي ألبرتو دي باولا بيتو، وفينيسيوس ريتشي صانع الألعاب. طرابلس بيتر كوارتينغ الغاني، مدافع الغاني بقي، كندي أشا أيضا من غانا لاعب الوسط، وانضم لهم اللاعب القديم الجديد مارسيلو موسكاتيلي لاعب البرازيلي، مدافع ولاعبي وسط بفريق طرابلس. سلام زغرطة، ليوناردو، مايكل، وأمادونياس بقيوا، اجتماعي فقط رح يكون في 2، آدم ماسالاجي وكوفي بوكي، استغنوا إذا عن ساكي كويي اللاعب الغاني. الراسينغ أندري فيتيلارو، دييغو دي أندرادي، وكايرو دي أندرادي هن الأجانب ما في تغيير، أيضا الأخاء الأهلي علي، نيناد نوفاكوفيتش، كارلوس مينديز كادو، وإليو مارتنز المهاجم البرتغالي، تضامن صور. لامين فاني أكيد بقي بعد تألقه بمرحلة الذهاب، رح ينضم له المهاجم السنغالي دياكيتي، وأيضا شهد يعني رح تشهد عودة المدافع القديم ديديا زادي المدافع العاجي لفريق التضامن. العهد لاعبين من السنغال، ابنو با أفضل لاعب بالدوري السنغالي الموسم الماضي وهداف السنغال راح ينضم للفريق، بالاضافه للمدافع ديوب، والابقاء على يوسف المواهبي المهاجم التونسي. راح نشوف لائحه اللبنانيين الجدد باياب دوري الفا، او ابرزهم خلينا نقول بلال نجارين، عادل النجمي، عبد الله العيش بالاعاره للنجمي على الاجتماعي، جهاد ايوب المغترب انضم للعهد، ودانيال صدقة الحارس ايضا للعهد، وايضا هناك مهدي عطوي اللي عاد للعهد. هدول الابرز. بنروح حاليا مشاهدينا لنشوف كيف كانت أجواء الدرجة الثانية، النتائج والترتيب.
إذا هذه كانت أجواء الدرجة الثانية والأجانب وأيضا شو في مباريات. رح نرجع لعند ربيع أيضا بسؤال جديد. ربيع يعني قديه هو أمر مريح لألك أنه رح تلعب مش بس مع علي حمام، رح تلعب أمامه لعلي حمام لأنه أنت أيضا تلعب على الجهة اليمنى وربيع ظهير وعلي ظهير أيمن؟ أكيد هيدا الشيء منيح لي أنه حاطت وراي واحد مأمن كل شيء من وراء بيخليني هاجم قد ما بدي، وأنا تعودت عليه بالمنتخب يعني علي حمام، فإن شاء الله إن شاء الله بالمتوشي بالدوري نقدم مستوى منيح كرمال يكون إنه لبنانيين بنفس المركز، يعني هذا الشيء كتير منيح لنا. صحيح. طبعا بدي أوضح مسألتين مشاهدينا لهم علاقة بجدول مباريات الجولة 12 ولاعبين التضامن. الجولة 12 لاحظتوا أن مباراة الصفا وترابلس رح تكون بترابلس الساعة 2 إلا 3 لأول مرة بعد 4 سنوات وبعد 5 سنوات ونص من النقل المباشر. كنا دائما نصر أن المباريات تكون 3:30 و5:30 لأنه كل ما رفعنا وقت مباريات كرة القدم كل ما كان أحسن للعبة، إنما في ظروف عم تتحكم بوضع الملاعب، ظروف عم تتحكم بوضع الأندية. 4 مباريات مهمة رح تقام بترابلس، لا نادي ترابلس كلها مهمة وما في حل، ما في ملعب بديل، فبالتالي خدمة للعبة وواجباتنا طبعا المباراة بين ترابلس والصفا رح تكون 2:30. بالنسبة للتضامن لحد اليوم الصبح كانوا بين خيارين، إما إعادة راموس جونيور البرازيلي أو إعادة استخدام لاعبهم المدافع السابق ديديه، اللي عرفنا أنه التأشيرة صدرت لديديه وبالتالي هو يلي تم اعتماده. رح نروح لوقفة إعلانية تانية مشاهدينا، بعدها بنتابع حديثنا مع ربيع عطايا وملف تيتا فاليريو مع النجمة والأنصار. عودي مشاهدينا لمتابعة أوفسايد، ومن جديد لعند علي لنتابع آخر أخبار العهد باستحقاقه العربي. إذن العهد كان عم يتوجه على ملعب صيدا البلدي مثل ما رح نتابع بالصور، فريق شباب الخليل الفلسطيني ضمن الدور الثاني تمهيدي من كأس العالم العربي للأندية. إذن طبعا مثل ذكرنا ملعب صيدا هو اللي احتضن المباراة، هذا هو جمهور العهد يلي كان حاضر بالمباراة، وهيدا جمهور الشباب الخليلي الفلسطيني اللي كان أكبر من جمهور العهد، رغم أنه المباراة بلبنان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، بالشوط الثاني خطأ فادح من حارس مرمى شباب الخليل الفلسطيني، ومحمد قدوح يلي كان مميز بهالمباراة قنص الهدف وسجل هدف التقدم بالدقيقة 53. محمد قدوح اللاعب الشاب عم يسجل مثل ما عم نتابع، 1-0 أصبحت النتيجة لشباب الخليل، فرحة للاعبي العهد. 1-0 إذن تقدم الفريق المضيف. من بعد العهد راح يتابع المباراة بعشر لاعبين بعد طرد مهدي فحص. مهدي فحص ما راح يقدر يشارك بمباراة الإياب. إذا مهدي فحص مثل ما عم نتابع تلقى البطاقة الحمراء بعد حصوله على إنذارين، وهيدي كانت فرصة للشباب الخليل ليحاول يسجل هدف بمباراة الذهاب. كانت محاولاته خجولة لكن بعد كان خطر فريق الفلسطيني ما قدر يسجل أي هدف، والعهد حقق نتيجة ممتازة لأنه أي تعادل بعمان بالأردن بمباراة الإياب رح تكون أمر ممتاز. رح نرجع لعندك حسن أيضا مثل عادة بسؤال لربيع الأنصار من دون ربيع، هذا سؤال بالجمهور، كيف بتشوف ربيع الأنصار من دونك وهل بيقدر ينافس؟ أكيد 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 بيقدر ينافس لأنه الفريق ما بيوقف على لاعب واحد، يعني في عناصر كتير منيحة بالفريق بتقدر تجيب دوري، وأكيد يعني أنا بتمنى لهم يضلن هيك ماشيين بهذا المستوى، وإن شاء الله يا رب يقدر يحرز الدوري. قبل ما كفي مع ربيع بدي روح للاعب لبناني آخر عاد إلى مسيرته الاحترافية الأحب على ما أعتقد، محمد غدار مجددا مع كيلانتن الماليزي اللي عمل معه إنجازات. محمد بسرعة بدي أتمنى عليك تختصر لنا ليش تم فسخ العقد مع الفيصلي الأردني، كيف رجعت على كيلانتن وقديش مدة العقد؟ مرحبا أستاذ حسن ومرحبا لضيفك. لا بالنسبة لعقدي كان بالأردن كان شغال والأمور كانت كثير تمام، بس صار تواصل مع كيلانتن الماليزي عن طريق رئيس النادي والأمور مشيت بأسرع وقت يعني، وفضلت أنه أرجع للدوري الماليزي. بتعرف 3 سنين هناك والأمور كانت كثير منيحة و
اخذ عده بطولات مع الفريق يعني، وتاقلمت بالجو والامور كانت ايجابيه كثير. وخلال اقل من اسبوع كانت الامور منتهيه مع اتلانتا الانجليزي، واتفقت انا والنادي الفيصلي على الفسخ بالتراضي، والامور كمان كانت متعاونين بهذا الشيء والامور مشيت بسرعه كمان. طيب كلانتن مجددا الدوري ايمتى بينطلق؟ شو وضع الفريق؟ قديش مده عقدك معهم؟ الدوري بينطلق ب 21 الشهر يعني خلال 12 يوم، عقدي لموسم واحد وقابل للتجديد، وان شاء الله خلال يومين المفروض انا اكون ماشي واكون بماليزيا ان شاء الله. نعم، اخر نقطة محمد بدي اسألك عنها، وجودك بكلانتن، هل سنرى محمد غدا ربما قريبا مجددا في منتخب لبنان؟ شو بتقول رسالة لقيادة المنتخب الوطني؟ ما عندي شيء لهم الا الله يوفقهم، وانا مثل اي لاعب لما انطلب حكون موجود ولبي هذا الشيء، وان شاء الله بتمنى لهم كل التوفيق، وبتمنى لربيع كمان التوفيق بتجربته جديده، وبعتقد هو ادى وقدود ان شاء الله، عنده الامكانيات اللي تاهله لهذا الشيء، وما في غريب، ما في شيء غريب على اللاعب اللبناني لما يطلع عم بيبيض الوجه، وبالتوفيق للكل ان شاء الله. شكرا لك محمد غدار بعناوين البرنامج. كنا حكينا عن لاعب لبناني ثاني بتحفظ عن ذكر اسمه حاليا، انما احد مواهب كره القدم اللبنانيه اللي بقدر اقوله انه تلقى عرض ايضا للعب بماليزيا، والامور رهن بوقتها، وكل شيء بمتابعه لهالموضوع بنعلن عنه على موقع الجديد سبور. ايضا اليوم كان لنا اتصال، كنا حابين يكون على الهواء عبر الهاتف، انما لغته العربيه مش كتير بتساعده، واضطرينا انه نحكي معه بحوار خارج الهواء باللغه الانجليزيه. جوان العمري اللاعب اللبناني المتالق اللي انضم للنصر الاماراتي قال لجمهور لبنان عبر الاوفسايد انه الصفقه تمت من خلال رضا عنتر ومدير اعماله بعد عمل طويل بين الاثنين لاتمام هالصفقه، وانه الاسبوع الماضي ابلغوه عن العرض والتفاصيل، وكل شيء مضى بنجاح والعقد يمتد حتى شهر حزيران 2019. عن المنتخب قال جوان انه اريد التركيز الان على فريقي الجديد النصر، وسنرى ما يجلب لنا المستقبل بشان العلاقه مع المنتخب. قال ايضا اللعب مع بالامارات مختلف تماما عن تركيا كونه كان يلعب بتركيا، وانا سعيد بهالتحدي وبشكر الجمهور اللبناني يلي هناني على العقد الجديد، ورح كون فخور بتشجيع ابناء الجاليه اللبنانيه لإلي بالامارات. الموضوع الاخير قبل ما نرجع لعند ربيع، قبل اسبوعين اثار تصريح هاتفي للاستاذ نبيل بدر عبر برنامج اوفسايد عاصفه من ردود الفعل، الانصار تعاقد مع تيتا فاليريو قبل اربع اشهر، هيك قال الاستاذ نبيل. هل هالشيء حقيقي؟ هل تم التعاقد خلال وجود تيتا فاليريو مع النجمه؟ هل كانت الجمله غلطه ام هفوه؟ شو هي الحقيقه الكامله لهالموضوع؟ تابعوا معنا. بعد النتائج يلي رافقت بداية الموسم الكروي وخصوصا خسارة النجمة أمام السلام زغرتا، تم التوافق والتراضي على فك العلاقة بين إدارة نادي النجمة ممثلة بنائب الرئيس صلاح عصيران والمدرب الروماني تيتا فاليريو. هالشي حصل فعلا على الورق لما وقع الطرفين مخالصة بتاريخ 22 تشرين الأول 2016، ضمنت حرفيا يعلن نادي النجمة الرياضي عن فسخ العقد الموقع بتاريخ 22 تموز 2016 حبيا بين النادي والسيد تيتا فاليريو الروماني الجنسية. وبدءا من 22 تشرين الأول 2016 لم يعد لأي من الطرفين أي مطالب تجاه الآخر، وبيت المدرب حر بالتوقيع لأي نادي، وقد أعلن السيد فاليريو أنه حصل على جميع مستحقاته من نادي النجمة. ومع انتهاء العلاقة رسميا بين النجمة وفاليريو، سارت إشاعات بالجملة عن رغبة العهد والأنصار وغيرهم بالتعاقد مع المدرب الروماني، وكان واضح أنه الأخضر أنجز الاتفاق فعليا إلا أنه لم يعلن عنه رسميا. أول إعلان رسمي عن تعاقد الأنصار مع فاليريو إجا عبر اتصال هاتفي لرئيس النادي نبيل بدر مع برنامج أوفسايد، لكن صيغة الإعلان أدهشت الجميع. هلا أخبركم سر، نحن متفقين مع تيتا فاليريو من 3 أشهر 4 أشهر في اتفاق بينه وبينه وموقعين عقد، وتيتا فاليريو عم يستلم مخصصاته كمدرب لنادي الأنصار، إلا أنه هو ما عم يستلم النادي. ليش؟ لأنه نحن شايفين أنه الفريق ماشي مع لوران. يعني انتم ناطرين زوران ليوقع يعني تتغيروه ولا؟ لا، نحن كنا حنشوف، مش ليوقع، عم نشوف شو حيوصل معه بالنتائج. كمان في شغله انت بدك تلحظها بقرارك، اللي هو انا اذا بجي بنهايه موسم الذهاب بشوف انه الفريق اليوم متصدر، شو المطلوب من تيتا فاليريو يعني؟
شو بده يزيد. ردود فعل بالجملة وتساؤلات كيف وقع الأنصار مع فاليريو قبل 4 أشهر، يعني خلال وجوده مع النجمة. والحقيقة ببساطة هي كما يلي: توقيع فسخ العقد بين النجمي وفاليريو تم ب 22 تشرين الأول، وبعد بثلاث أيام وتحديدا ب 25 الشهر نفسه تم توقيع العقد بين فاليريو ورئيس نادي الأنصار نبيل بدر. معلومات أوفسايد بتقول أنه الاتفاق تضمن تولي فاليريو تدريب الأنصار بدءا من أول كانون الأول وحتى نهاية الموسم المقبل، يعني موسم ونص تقريبا. ولكن خلال هالفترة كانت نتائج الأنصار مع زوران باسيتش ممتازة، الشيء اللي دفع الطرفين للتواصل والاتفاق على تأجيل البدء بتنفيذ العقد إلى ما بعد نهاية مرحلة الذهاب. ومجددا ومع انتهاء مرحلة الذهاب بصدارة أنصارية، كان من غير المنطقي فنيا وأدبيا التخلي عن زوران، فاتفق تيتا وبدر على فسخ الاتفاق بينهم بالتراضي مع إصرار الأنصار على دفع البند الجزائي ليصير تيتا حر مجددا. إذن هذه هي التفاصيل الكاملة لحكاية تيتا فاليريو مع النجمة ومع الأنصار بالوثائق. ربيع، باقي هيك دقائق قليلة نحكي نحن وياك فيها، شو بتقول لجمهور الأنصار بعد هالسنة، يمكن الموسم الأجمل بحياتك لحد هلأ؟ في بعض من الجمهور زعل مني، وفي بعض جمهور أنه لا، قال يروح يشوف مستقبله ويروح يحترف، الاحتراف حلو. فأنا بدي أقول لهم أنه ما لازم تزعلوا مني كرمال هيدا الشيء، أنه منيح إلي، وخاصة هلأ لأنه بعده عمري بقدر روح احترف. في بعض من الجمهور أنه صار يتواصل معي: ليه بدك تفل؟ خليك مع الفريق، أنت غدرت الفريق، أنت تركت الفريق. لا، أنا بعتقد ما تركت الفريق، أنا طالع من الفريق وضميري مرتاح، خدمتهم 7 سنين وأعطيتهم كل شيء عندي. بيقولوا انه الدوري الايراني، طبعا عم نشوف اجمل لقطات ربيع بهالموسم بالاهداف الستة اللي سجلها، ربيع بيقولوا الدوري الايراني بدنيا كتير عالي، يعني في قوه جسديه، في احتكاك. ربيع معروف مهاري، يعني حدا بيتمتع باللعبه. قديش رح تشكل لك هالمساله صعوبه؟ بالعكس، انا بحس ما بتشكل صعوبه كرمال في تمارين يوميه، يمكن بيتمرنوا مرتين باليوم، فلازم اشتغل على هيدا الشيء. بشتغل على البدني، مهارة الحمد لله الله معطيني المهارة، فبشتغل على البدني وبقدر فوق بالجو عادي، يعني مش صعب. البعض بيقول انه كانت مشكلة ربيع عطايا قبل ما يستقر مستوى اخر فترة انه حدا مش منضبط، يعني بيسهر بيظهر الى اخره. هيدي يمكن ما في منها بإيران، هيدي سن المراهقة يعني، فالإنسان بس يكون شوي بكون مش ناضج بصير بحب يظهر ويصهر وهي. بس الحمد لله هلأ بعد ما تجوزت يعني والله أعطاني بيبي وهي، فهيدا الشيء كله حطيته ورا ظهري، ولازم أمن مستقبل ومستقبل عائلتي. هالبيبي اللي كان عيد ميلادها من كم يوم، كريستينا، الله يخليها. وقتنا خلص، آخر الكلام لمين؟ يعني إذا بدي تشكر أنا العالم، ما في تشكر، كل العالم الحمد لله بتحبني. بس في كم اسم يعني هيدول غاليين على ربيع، في حسين ناصر، في هاني سليمان، في محمود كجوك اللي هو معي بالفريق، في كل الفريق اللي معي، عائلتي، أهلي، قناة الجديد اللي هي دائما بتوقف حدي. وبدي أكيد تشكر الجمهور، لأنه بدي تشكر الجمهور اللي وقف حدي والجمهور اللي ما وقف حدي، لأنه اللي ما وقف حدي بيكون عم بيحبني أكتر. وبس هيدي هي. ربيع، نحن بدورنا باسم الرياضة بقناة الجديد، باسمي وباسم علي وباسم الشباب كلهم عارف وكل الإكيب، بنتمنى لك التوفيق بمسيرتك، واثقين أنه رح تكون مسيرتك موفقة مثل ما كنا متأكدين قبل من مسيرة أكثر من نجم لبناني لمعه، ونحن وقوفنا إلى جنبك هو أقل الواجب اللي لازم نعمله. بذكر مشاهدينا بعناوين الجديد على الانترنت، طبعا الجديد .tv/arabic/sport، بقدروا تتابعوا كل أخبار الرياضة بالعالم وخصوصا كرة القدم اللبنانية، وموقعنا على الفيسبوك أيضا الجديد.sport. تمنياتنا لربيع عطايا مجددا بالتوفيق والنجاح، وملتقانا مشاهدينا السبت المقبل الساعة 1:30 بمباراة مرتقبة بين طرابلس والصفا. إلى اللقاء.